السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. جيت لكم بواحد الفلوج جديد، واحد الخرجة جديدة للبحر من مدينتي زيو. اللي ما كيعرفش زيو فين جاية، فهي ناحية من نواحي الناظور، اقليم الناظور. زيو اقليم الناظور، جاية ما بين بركان والناظور، جاية في الوسط. المهم هذا البحر اللي رانا غاديين ليه سميتو كاب دولو، وعندو اسم اخر هو قابو يوا. المسافة يعني كنشدو الطريق، الطريق يعني كتجي بحال اللي في وسط زيو، ما عرفش كيفاش غادي نقولكم. الطريق اللي كتمجي فرحية، حنا كنقولو فرحية. المهم واحد الطريق اللي هي شوية الصراحة بعيدة، مدات شي ساعة الطريق ما بين هاد المدينة زيو هاد البحر هذا ديال كاب دولو، شي ساعة الطريق. صراحة الطريق كانت بعيدة، والأغلبية ديال الأماكن والمناطق اللي دزناهم كانت مناطق فلاحية والعروبية. اختصرت الطريق هذا بالفيديو، تقلتو شوية على حساب وصلنا للمنطقة اللي احنا غاديين ليها. فهذه هي المنطقة ديال كاب دولو، انتما كما كتشوفوا كيبان من بعيد البحر. اختصرته لان اصلا ماشي شي منطقه اللي هي كبيره، الصراحه منطقه اللي هي نقيه، كيتوفروا عليها العائلات، والاغلبيه كاينين من مدينه زيو جايين من تما ولا الناظور. المهم كل واحد شنو كيعجبو، كاين اللي كيبغي يبدل. كل مره كنمشي لواحد البحر، فهذا البحر قريب شويه لمدينه زيو، محبوب ديال هذا البحر هذا، يعني كيبغيوه بزاف الناس زيو، كيجيو ليه بزاف. فالصيف كامل كيتوفدوا عليه. احنا جينا هنايا كنقلبوا في ماي ستاسيوني بلوطو. المهم خليكم معايا باش تشوفوا المكان كيفاش داير وروعة المكان. فالصراحة بلاصة اللي هي ماشي سكان كما كتشوفوا، السكان ديالها عامرين، يعني مباني فيها مباني كتار ولا لا قلال، مباني اللي هما قلال. كنت متوقعة بان هذا انا اول مرة غنجي لهاد المنطقة هذه ديال كاب دولو. احنا استاسيونينا اللوطو وشدينا باش نتمشاو شوية على رجلينا ونوصلوا لديك فين غادي نشدو بلاصتنا. كما كتشوفوا هذه كما قلت لكم اول مره غنجي ليها، شحال وانا كنقول غنجي لها، ولكن الصراحه اول مره غنجي ليها. هي ماشي كما اللي سمع انني من زيو، من مدينه زيو، اول مره غنجي لكاب دولو، غتجي غريبه عجيبه. انا ماشي من محبي نمشي للبحر كثير بزاف، وهذا الصيف هذا قررت باش انني ندير شي خرجه للبحر، وندير واحد الفلوغ ونصوره ونحطه في القناه ديالي. وصراحه الجو كان زوين بارد، فمين كنا جينا في الطريق كان الجو ديالو بارد، كيلقانا داك الجو ديال البحر والهواء ديال البحر. عجبتني هذه المنطقه، هذه زوينه. احنا جينا انا وخواتاتي وولد اختي معانا. فاللي كيسولني شكون اللي جابكم ولا شي حد، حنا كرينا السيد اللي جابنا، يعني بقى معنا حتى روحنا. فكما كتشوفوا، شوفوا الجو كيفاش داير، باين البحر كيفاش داير، ولكن كيختلف غير من ناحيه ان فيه ناس ماشي كثارين بزاف، والبلاصه اللي هي نقيه. هنا درت واحد التصوير اللي هو غير صغير وصافي هنايا البحر، لان ما كانش يمكن لي، لان كنت مع عائلات جالسين ما يمكنش غادي نصور. فحاولت ما امكن انني نخرج نمشي نبعد شويه على البحر على الشط، وجيت لهاد البلاصه هادي، جات شويه عاليه، قلت نوريكم وخليكم معايا تشوفوا المناطق ديال البحر في
لكم حتى لاخر الفيديو. كان واحد الحاجه اللي كيديروها تما ولاد زيو بالخصوص الدري زيو، شي حاجه اللي هي انا الصراحه طوب كيستمتعوا بالاوقات ديالهم. ونجيو دابا عند الشاب مصطفى من حدي من مدينة زيو، معروف بالغطسة الاحترافية ديالو والقفزة الاحترافية. فغادي نخليكم على نخليكم على المقاطع، شي مقاطع خديتهم من عندو طبيعة الحال بالموافقة ديالو. صراحة هادشي مبهر. فغادي نخليكم مع هاد القفزات هادو. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، واللي كان باغي الانستغرام ولا غادي نخليكم الانستغرام ديال هاد الشاب هذا في صندوق الوصف، دخلوا عنده وتبقوا تشوفوا ستوريات ديالو بالطريقه كل مره كيلوح فيديوهات على هاد الطريقه ديال هاد القفزات هادو. فصراحه انا ملي كنشوفو قلبي كيتقفز، لان مو مولفاش يعني هادشي سبيسيال، شي حاجه اللي هي نادره. ونهار اللي شتا صح عند هاد الدري هذا، تحياتي ليه من هاد القناه ديالي، ومرحبا بالناس كاع اللي تحقوا معايا. ونتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله.